حنروح الحناوة انتو لنتعرف نتعرف على صبية قدرت توظف موهبة وابداعها بقطع جمالية، وكان اكيد للخيال الابداعي لمسة كتير حلوة ضمن الاشكال اللي حنشوفها اليوم بفقرتنا. هو مشروع صغير ومردود مادي اكيد لإله ولناس كتير بالفترة الاخيرة يا هايدي. صحيحين، مشاريع صغيرة، مشاريع الهاند ميد كتير مهمة اليوم، عم تعكس ابداع الشباب السوري. مشروع ضيفتنا لليوم هو مشروع عن الشموع باختلاف انواعها، والى اكيد رائحة حلوة هنتعرف عليه وعلى أشكاله، وهي المشاريع عم تحقق يمكن مردود كتير مادي لصاحبة المشروع. هنتعرف أكثر مشاهدينا عليه، على هذا المشروع وعلى طريقة صناعة الشموع وطريقة رحلتها بهذا المشروع. رحبوا معي بضيفتنا السيدة غدير اللحام. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا غدير. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية بنقول لك يعطيك ألف عافية على هاي الفكرة اللي بلشت، أكيد هي كفكرة رحتي للتجربة اليوم هي مشروعك الخاص ومردود لحضرتك. يعني نحكي عن، عارفين عنك أكثر، عن بداية عملك بهذا المشروع والخطوات. هلا بشتغل بصناعة الشمع، مدربة وبعلم بهذا المجال، بدأته من 5 سنوات ومستمرة فيه. قديش إليك؟ 5 سنوات. تمام، 5 سنوات مدة منيحة رشا. من 5 سنوات لهلا شو الجديد اللي صار بمشروعك؟ هلا اكيد البداية كانت صغيرة، والتسويق كمان كان رحلة صغيرة يعني، وكبرتها بالاستمرار والمحاولة اكثر رغم كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها. اكيد اليوم صعوبات موجوده بكل مشاريع المشروع. واليوم مثل ما بيقولوا القوه لصاحب المشروع اللي بيقدر يتجاوز هي الصعوبات. خلينا نروح غدير نحكي هيك. اليوم غدير جابت لنا هيك شويه قطع ناعمه شمو حلو، فستان اليوم باربي. طيب نحكي عن اليه العمل اليوم. هل انت بحاجه لقالب قوالب خاصه؟ شو المواد اللي تستخدميها؟ قديش بدها وقت لحتى تكون بها هذا الشكل؟ واكيد ساعات التجفيف. هلا الاليه كثير سهله عم تكون وبسيطه، هي صهر شمع واضافه مواد اصبغه وعطور، وعم تكون ضمن قوالب سيليكون عم ناخذها من الاسواق او نوصي عليها من الشين مثلا، لانه عم نلاقي صعوبه بتامينها هون بالبلد. تطبخوا الشمع طبخ؟ بنطبخوا طبخ. احكي لنا هيك، حطينا بالجو، علمينا متى حبينا. هلا هو كثير سهل، طريقته بسيطه. بنسهر الشمع على الغاز او بحمام مائي ومنضف العطر واصبغه. اذا كنت حابه اضيف ورد مجفف، حابه اضيف قصب، اي شيء يعني بقدر انا احط لمستي فيه ضمن القالب فيني اعمله. طيب حتى كمان غير الفستان شفنا فيه احرف، هدول الاحرف يمكن اليوم بتستهوي كثير من الاشخاص لاستخدامهم كاسماء. تماما، خلينا نوضح كمان عن طريقه صناعتهم وطريقه الطلب عليهم. طريقه كثير سهله، كمان بتكون ضمن قوالب سيليكون والطلب عليهم كثير، يعني في ناس بتاخذها توزيعات لبيبي، توزيعات لاعراس مناسبات. طيب اليوم وقت اي موديل حضرتك بتشتغلي عليه؟ عم تروحي للنت، عم تتابعي الصفحات اليوم تماماً. شو اهم الموديلات؟ واكيد اليوم مفروض يكون لغدير بصمه خاصه بكل شغل لها، يعني تنعرف هاي القطعه انه هاي القطعه شغل غدير. تمام. هلا اكيد بضلي عم تابع النت عشان اخذ افكار، وفي زبائن كمان هي بتضيف لك فكره انا كمان بضيفها لمجموعتي وبقدر اني اسوق عليها. هلا في افكار كثيره اليوم بهيدا المجال، بس قد ايه مهم نحن نختار الشيء اللي بيفيدنا اليوم بحياتنا اليوميه، اللي بتعرفي انه هذا الغرض عليه كثير طلب اليوم من الناس حتى تقدري تشتغلي عليه. هلا اكيد نتابع الترندات تبع النت، اهتمامات انه اكثر شيء الطلب عليه هو بحاول اني ساوي انه مثل البابلز كثير درجات كمان اني بقدر اني ساويها. تمام، عم هيك نشوف، عم حاول اني اجمع لك من كل موديل شغلين نشوفهم هيك شوي على الكاميرا. يمكن هدول القصص بيعذبوا كونه ناعمين او لا؟ خلص قوالبهم جاهزه. لا، قوالب يعني جاهزه بتكون، في القوالب الصغيره، القوالب الوسط، القوالب الكبيره. طيب قد ايه بتضاين لحتى تطفي؟ بدها وقت. جرب معكم قدها بدها وقت. طيب غدير اليوم حضرتك عم تقولي انه انت مدربه وكوتش بتعليم صناعه الشمو، هي رحله لحال غير الصناعه وغير التسويق، خلينا نضوي على هي الفريق اللي معك وكيف بتشتغلي عليهم. هلا بدايه انا عملت دوره تي او تي وظفتها بصناعه الشمع، انطلقت من فريق بيور سيلف التدريب الالكتروني، دربت اونلاين
ومن بعدها انطلقت للأمانة السورية ومنها قدرت أني وصل لأكبر عدد من المتدربين. صحيح. طيب اليوم أي حدا بده يفتح مشروعه بتلاقي بيواجه بالبدايات تحديات أو صعوبات خلال تنفيذ هذا المشروع، شو هي الصعوبات يلي واجهتك اليوم خلال هذا المشروع وقدرتي أنت تتغلبي عليها وتستفيدي منها؟ هلأ أول شيء تأمين القوالب كان بالنسبة لي شوي صعب، من بعدها التسويق كمان قدرت أتخطاها، عملت فريق عالنت وقدرت أسوق من خلاله وكبرت اسم صفحتي على الفيسبوك على الانستا. والمواد الاوليه يعني كثير بنشوف نحن اصحاب المشاريع المتوسطه والصغيره، يعني دائما ضمن صباحاتنا بنحكي وندردش بنحكي عن مشاريع بيقولوا لنا دائما انه عندهم مشكله بغلاء المواد الاوليه، يمكن اليوم وقت بتجيبي الماده الاوليه غاليه انت مضطره اليوم تبيعي بسعر غالي كرمال توازني بين السعرين، يعني انه السوق عم يكون كل يوم سعر، بس بنحاول انه نتداركها قدر الاستطاعه. عم شوف كاسة يا هايدي كمان. حتى اليوم مستخدمي البلور وقت اللي بتصبي الشمع بتصبيه بيكون سائل سخن، سائل سخن بس من صبه مراحل مشان ما يصير عندي كسر أو بالقصاص، يعني حتى ممكن ان انت تدخلي انت اسماء او شيء بقلب الكاسة حسب طلب الصبايا. تمام. طباعة الشمع بتكون. شو اكثر شيء الناس بتحبه؟ هلا في ناس بتحب الاسماء اكثر شيء، عم يكون عندي طلب عليها. الناس بتحب المجسمات، في ناس بتحب القطع الصغيره، في ناس عم تاخذ معطرات الخزن كمان بنعملها فوندون، كمان عليها طلب كثير. كمان يمكن لما نحكي عن الشمع اول شيء كمان نحكي عنه هو الروائح الحلوه اللي بتكون في الالوان المختلفه اللي بتكون موجوده، خلينا نوضح هذا الموضوع. كمان الالوان هي في بعلم الطاقه كمان العالم بتستهويها، انه مثلا اللون الابيض بيدل على السكينه والهدوء، اللون الاحمر بيدل على الاثاره. في كثير عالم بتستهوي هي الاساس، حتى الروائح بتجي جذابه بتجي روائح ضايجه كمان هيك. عم نشوف بعد الصور لشغلك غدير اليوم. خلينا نرجع شوي لموضوع التسويق. اليوم اذا بننزل على السوق بننزل على البازارات بنلاقي خلينا نقول ستاندات كامله لصناعه الشموع، وكل ستاند خلينا نقول في شيء مميز بيميزه عن الشغل حتى لو اليوم تشابهت القطعتين. يعني اليوم في منافسه كثير قويه بالسوق اليوم لحتى تقدري انت يكون لك اسم ضمن هذا المجال، مفروض يكون لك بصمه جدا مهمه. اليوم على شو بتحافظي غدير اكثر شيء، يعني او على شو بتسعي اكثر شيء؟ جماليه القطعه والسعر المناسب انه يكون منطقي لكل العالم تقدر تاخده. طيب قد ايه بدك وقت لحتى تنجزي القطعه؟ تقريبا شيء ربع ساعه. ربع ساعه مو وقت كثير. تمام. طيب خلينا نروح لتسويق اخر ولكن مو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، روح للمعارض والبازارات. اليوم خلينا نقول كمان هو باب لك لحضرتك ولناس كثير لعرض منتجاتها للتسويق بشكل مباشر، مو خلينا نقول على السوشيال ميديا او الفيس، والناس اليوم بصير في ثقه اكثر. يعني اليوم انا وقت اللي بشوف غدير ببازار وعم تعرض قطعه وصار في ثقه بهذا المنتج بصير وصيكي من دون ما ارجع لك، لانه اليوم الناس وقعت ضحيه التسوق الالكتروني. يعني قد ايه اليوم مهمه المعارض والبازارات وشو قدمت لك شو اضفت لك؟ هلا كثير مهمه وقدمت لي يعني المحاوله انه اقدر اكررها كل مره. عم انزل وشارك على طول يعني بشكل مستمر. تمام. قبل ما نبدا مع حضرتك خبرتينا انه عندك مشروع للخياطه، خبرينا اكثر عن هذا المشروع، عن الخطط اللي عم تفكري فيها لقدام. هلا بلشت من 4 شهور عن طريق الامانه السوريه، تدربت هنيك وبلشت فورا بالشغل، عملت ورشه صغيره وعم بنطلق منها وعم بعمل قصات للسوق وبعمل تواصي. شو القصات؟ يعني اليوم متجهات غدير نسائي اطفال رجالي؟ فساتين بناتي اطفال. لاعمار محدده؟ يعني من عمر السنتين للثمان سنين. يعني انت عندك ميول لهي القصه دائما، حتى لو نحن سوينا كورسات اذا ما كنا نحب القصه فبكون يعني ما كثير بننجح بالقصه. هي موهبة يعني اكتشفتها من فتره. جربتي حالك بموديل بكذا؟ عملت كذا شيء. يا ريتك جبتي كنا هيك. حبيتي القصه يعني؟ ايه كثير ممتعه. واي لقيتي افضل اليوم، الشمع صناعه الشمع والشغل فيه ام لا الخياطه؟ لانه في فرق بيناتهم. هلا الاثنتين انا كثير بحبهم بس يعني الوضع هذا الراهن بيلزموا الخياطه. الخياطه كمردود مادي اليوم عم نحكي عن مشروع متوسط وصغير اليوم. هاي المكنه حتى في ناس كثير يعني في اسر كثير عم بتعيش وعم تكون باب رزقها هاي المكنه، ودائما حتى الخياط هو فنان بالنهايه يعني. يعني القصتين داخلين على بعضهم بجوز ما كتير
كثير تتعذبي. اليوم طموحك المستقبل بكره شو حابه تعملي؟ هلا حابه لوين حابه توصلي؟ حابه اوصل لورشه كثير كبيره بالخياطه ان شاء الله، واقدر اني يعني وصل منها كل اهدافي وحلمي، وطبعا ما بترك الشمع لانه هو البدايه يعني، واعمل هيك براند خاص فيني اكثر ان شاء الله. نحن بنتمنى نشوف هذا البراند لك غدير ولكل الناس اليوم اللي بالسنوات الماضيه كان لهم بصمه كثير حلوه بموضوع المشاريع الصغيره. دائما نحن بنضوي على هي القصه كرمال ناس تعرف انه في ابواب رزق كثير. اليوم نحن الوضع الاقتصادي هو عام على الناس، ولكن اليوم الشباب لهم افكار كثير مهمه لحتى يقدروا يطلعوا مصاريفهم، وخاصه تمام. اليوم طلاب الجامعه يعني تماما. طيب بالختام سريعا خلينا غدير نعرف شو هي نصيحتك اليوم لكل صبية أو لكل سيدة حابة تفتح مشروعها الخاص، وإذا فينا نقول مشروع الشموع، شو هي بحاجة؟ هي بحاجة للاستمرار وما تيأس أبدا رغم كل هاي الظروف اللي عم نمرق فيها، ونضل نحاول. وأكيد اليوم المحيط الداعم هو أساس بنجاحك غدير ونجاح أي أكيد. شاب وصبية بمشروعهم الخاص، فأكيد اليوم كان عندك محيط إيجابي عم يدعم هذا الشغل. اليوم حتى سلبيا اليوم أنت استفدتي يمكن وقت أي ملاحظات حاولتي تصححي. طبعا نشتغل ونصحح فيها ونحاول أنه استفدتي منها. طبعا نحن أكيد نتمنى لك كل الإيجابية والتوفيق بمسيرتك إن كان على مستوى المشروع الشموع أو على الخياطة. وشكرا غدير لحضرتك، وإن شاء الله نلتقى بصباحات ثانية بتكون جابتي لنا أفكار جديدة إن شاء الله. تعالى شكرا لك غدير، وأكيد كل التوفيق والنجاح بمشروعك الخاص. أهلا وسهلا. أهلا بك، شكرا لك.